السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة رشيد انفو الكتروتيك. اليوم انا كيف كتشوفوا مرسيدس او 200 سي دي اي، فكيف كتشوفوا ان السيارة راه خدامة حاليا، غير هو المشكل اللي كاين فيها هو كالتالي. بعد ما قمنا بفحص السيارة والمحرك فيه واحد الرجفة، فكيف كتشوفوا عندنا من ديكلارينا تقريبا 5 ديال لي ديفو. فعندنا هنا لي شابمون ماشي مشكل، دي بي ديال السير اليمونطاسيون ماشي مشكل، تيرموستا ماشي مشكل، عندنا سيستيم داير دادميسيون ماشي مشكل، ولكن اللي واقع هو ان عندنا واحد الرجفة في المحرك. فباش نشوفوا هاد الرجفة هادي غادي نقومو بواحد العملية، غادي نجيو نشوفوا المعلومات ديال المحرك كيف كتشوفوا، غادي نحاولوا نشوفوا ريجيم موتور. انجين ما طلعتش لي باختصار، فغادي نقلبوا عليها يعني نشوفوا سرعة المحرك بالشكل هذا. فوالا ريجيم موتور، عندنا بريسيون كاربيرون وفي نفس الوقت ريجيم موتور. فوالا غناخدو هاد المعلومات وغادي نشوفو الشكل التالي، سرعة المحرك فوالا. فكيف كتشوفو أن سرعة المحرك يعني ما تبتاش بين 811 812 813 810 وكتهبط ل 808 وكتر. فكيف كتشوفو أنها بين 805 هنايا، كيف كتشوفوا ان بين 805 و 818، وحتى لا بريسيون ديال المازوت كيف كتشوفوا ان المينيموم 278 والماكس 298. هنا كيعني ان المحرك عندنا فيه واحد الرجفه، فكتشوفوا الباتري قرب يسالي عندي ديال الاورديناتور، مي نشارك معكم هذه المعلومه بسرعه. فالسبب من طبيعه الحال هو المشكل الاول، يعني الديفو اللي طالعين في الاول هنايا اللي هو ابرونتيساج دي بارامتر دو فونكسيونمون دو سيلندر دو، يعني ان جيكتور دوزيام كاين اما فيه شي سيركوي ولا عنده شي مشكل في لابوبين ديالو ولا شي حاجه. فاحنا باش نتاكدوا ان الجيكتور خدام ولا ما خدامش واش مشكل في لابوبين ولا لا، كنجيو كنختاروا المعلومات ديال المحرك، غادي نختاروا ان نشوفوا لي زانجيكتور يعني الكوريكسيون ديال لي زانجيكتور. كنجيو فوالا هنايا يعني هنايا ما كاينش عندنا الكوريكسيون بطريقه اخرى، ولكن غادي نختاروا الميلي سوغون. ها هي هنايا فوالا بهذا الشكل، فوالا غنختاروا بهذا الشكل هذا. فكيف كتشوفوا ان المعلومات هكا صعيب باش نقراوهم، يعني كيبان لنا متقارب 64 يعني ميكرو سكوند او ميلي سكوند، يعني كيف كتشوفوا هنايا 64 64 64، وكنشوفوا ان السيلاندو كيتغير كذلك. فانا ما نقدروش نحددوا المشكل فين كاين، ولكن في ملي كنجيو كنديروا ليست دو دوني بهذا الشكل هذا، كيف كتشوفوا كيطلعوا لنا المعلومات بواحد الشكل اللي نقدروا نفهموه. فإلى لاحظتوا غادي تلاحظوا السيلندر 1 هنايا والسيلندر 3 هنايا، كاين السيلندر 2 وهنايا السيلندر 4. فإلى لاحظتوا غتلقاو بأن مثلا السيلندر 1 ها هو هنايا السينيال ديالو، يعني كاين واحد الضغط عليه، يعني هنا بحال قلتي كيتستهلك واحد لومبيراج في السيلندر 1. ملي كنجيو نشوفو السيلندر 2 كنلقاو ان الاشاره ديالو كذلك انها ما منظماش، يعني كنلقاو بانه كيف كتشوفو هنايا طالعه بهذا الشكل هذا. وان شاء الله غادي نهضروا على طريقه الاشاره والشكل ديالها. هنا كتشوفو بانه السيلندر 4 انه عطينا واحد السينيال اللي هو ثابت. فهاد السينيال هذا اشنو كيوقع هو ان الكالكيلاتور كتحاول انها تكليبري الموتور وتحاول انها توازنه رغم انه ما خدامش بواحد السيلان اخر. ف ملي كنجيو هنايا كنشوفو السيلندر 2 كنلقاو بان الاشاره ديال السيلندر 2 كيف كتشوفو
انها اشاره ثابته على شكل واحد، يعني انها كيف خارجه من الكالكيلاتور بحال ما تمش عليها حتى شي تغيير، وهذا كيعني ان سيلندر 2 راه كاين فيه خلل. فغادي نبعد شويه هكا وكتشوفوا بان الاشاره ديال سيلندر 2 منظمه بشكل كبير، وهذا كيعني ان السيلندر 2 فعلا انه ما خدامش، لانه كون كان خدام فالاشاره ديالو غادي تغير وغيكون عليها واحد الضغط، فهي ثابته في واحد المستوى كيف كتشوفوا انها ثابته في واحد المستوى هنا في 64، ثابته في 64 وكتهبط حتى تقريبا 63 كيف كتشوفوا هنايا، وقل يعني قاعد تقريبا 52 هكا. فكيف كتشوفوا انها ثابته في 64، في عوض ان هنا عندنا السيلندر ا كتشوفوا انها 56 وكاين واحد التذبذب. ملي كنجيو للسيلندر 3 كنشوفوا ان الاشاره كتطلع حتى 64 كيف كتشوفوا هنايا 64 وكاين تذبذب. نفس الشكل بالنسبه للسيلندر 4 نفس القضيه، كتشوفوا انه كاين واحد الحركه. اما بالنسبه للسيلندر 2 فهو اللي عندنا فيه المشكل، واكيد المشكل في البوبين، وغادي نبدلو جيكتور كامل.